مساء الخير على مشاهدي حياة سعيدة في كل مكان، أهلا بكم معانا وحلقة مميزة جدا، لأن النهاردة يوم مميز، يوم مش عادي. النهاردة بنودع سنة راحت بكل اللي فيها حلو ووحش، وبنستقبل سنة جديدة بأمل وتفاؤل وحب، ونتمنى يا رب تكون سنة خير علينا جميعا وعلى بلدنا الحبيبة. كل سنة وانتم طيبين. بما أن النهاردة رأس السنة، والنهاردة زي ما قلنا يوم مش عادي، فبالتالي عملنا لكم حلقة مش عادية. اهتمينا النهاردة ان احنا نزين الاستوديو زي ما انتم شايفين. طبعا بنشكر زهور او الضيف على تزيينها الاستوديو والهدية الحلوة اللي عملها لنا النهاردة دي، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا تهم كل واحدة وكل ست وكل بنت. كل واحدة فينا بتهتم بجمالها وبجمال بشرتها، مش بس المكياج، لا دي بتهتم ان هي تعمل تنظيف كل فترة والتانية لبشرتها. بس للأسف أوقات بنروح لناس مش متخصصين، فبالتالي بعد ما بنعمل التنظيف بندخل في مشاكل كتيرة. علشان كده احنا في حياة سعيدة بندور على المكان اللي انت تروحي تعملي فيه النوتواياج او التنظيف وانت مطمنة. قبل ما بنجيب لكم مكان او نقول لكم على دعاية مكان، احنا ما بنعملش دعاية، احنا بنقول المكان ده حلو، مأمون، دارس وفاهم، فاعملي النوتواياج واعملي فيه اللي انت عايزه تعمليه وانت مطمنه، لان احنا جربناه. فاحنا بنقول لك على المكان ده على مسؤوليتنا احنا. كتير ناس كوافيرات بيعملوا النوتواياج زي ما يقولوا واخدينها كده بالعافيه، اللي هو انا اتعلمت اه ده هي شويه بخار حطيتهم على الوش وخلاص. النهارده لا، في سنتر رومانجي للتجميل والعنايه بالبشره. معانا روماني طلعت. استاذ روماني اهلا بيك، منورني. الله يخليك استاذ روماني. في ناس كتير قوي بيتعاملوا مع النوتواياج على انه شويه بخار بنحطهم على الوش وبعد كده نضف بسكراب وخلاص وخلص الموضوع، وبعد كده بندخل في مشاكل كبيره لدرجه انهم اوقات ما بيقفلوش المسام. ايوه بتحصل مشاكل كتيره قوي عندك. انا لاحظت حاجه، اكتر مكان رحته بره عمل لي نوتواياج خد 45 دقيقه، وحسيت بقى ان ايه الموضوع، يعني ده انا طولت. عندك اخدت ساعتين ليه؟ بالنسبة لنا عندنا في المركز احنا بنهتم بكل الحالات او البيشن اللي بيجي لنا، وفي نفس الوقت احنا بنتعامل مع كل انواع البشرة في نفس الوقت. البشرة احنا بنفتح مسام، بنطلع بثور سودة، دهون بيضة، بنتعامل مع الحبوب اللي فيها صديد. فكل حاجة بنتعامل معها لوحدها وتبع نوع البشرة، فهو ده اللي بياخد وقت كتير، لان مش مجرد ان انا نظفته وخلاص وقفلت مسام. انا لاحظت انك فعلا كل ما بتيجي يعني تيجي ناحية مكان بحس انك بتعامل كل حاجة ان هي دي حالة خاصة لوحدها. يعني مثلا هنا في بثور سودا بعمل لها حاجات معينة وشغل معين وتكنيك خاص بيه. ايوه فعلا، ما هو دوت اللي بيخلي ان احنا مثلا احنا بنطلع دهون او بنطلع بثور سودا لازم نطلعها كلها. في الحالات اللي احنا بتجيلنا من بره بنيجي نبص نلاقي ان في علامات كتير وتقشير و يعني جروح كتير وما بتتعالجش بسهوله، سايبه اثار وسايبه مشاكل كتير. كتير ده بيكون تابع لتنظيفات قبل كده معموله غلط. التنظيفات اللي معموله غلط كلها. ما ده اللي احنا بنقوله بقى لمتابعينا ومشاهدينا، ما ينفعش اروح عند حد مش دارس اقول له اعمل لي تنظيف بشره، لان الموضوع كبير قوي، فاحنا لازم نروح له يكون حد دارس وفاهم هو بيعمل ايه. ما هي دي فعلا، لان هي عمليه تنظيف البشره انتشرت كتير وفي كتير بيجي لنا مشاكل بسبب كده. فاهم حاجه اللي بيعمل لازم يبقى متخصص، ومتخصص بشره مش مجرد حاجه عاديه وخلاص. استاذ روماني، هو حضرتك معتمد بالخارج مش بس في مصر، يعني خبير تجميل معتمد بالخارج. النقطه دي انا حابه اقولها، يعني انا مش بس مجرد ان انا جيت اتعلمت شويه حاجات عملتهم هنا، لا ده انا درست واعتمدت بره مصر وفي مصر. ايوه الحمد لله، لان انا كل شغلي كله دراسه وشهادات. طب احنا معانا مدموزيل مريز، عايزين بقى نشوف عليها عملي، هنعمل ايه تنظيف بشره؟ حاضر، احنا بنعمل دلوقتي تنظيف بشره دلوقتي، ده البخار. اوكي، بتقعد تحت البخار فتره قد ايه تقريبا؟ احنا في حدود ربع ساعه بناخد بشره، لان البشره لازم تبقى متفتحه كويس جدا. وفي نفس الوقت لان نقدر نتعامل معاها، لان انا لو اديت خمس دقائق مجرد ان المسام لسه هتبدا تفتح.
فخمس دقايق بالنسبه للبشره ما مش كفايه. لا مش كفايه خالص، يعني لازم نسيبها لازم علشان تطلع معايا بسهوله، عشان ما تتعبش بشرتها، عشان ما تتعبش البشره وترهقها جامد. يعني احنا بنسيبها فتره طويله تقريبا حوالي ربع ساعه، احنا بنسيبها في حوالي ربع ساعه بحيث ان البشره تبقى معانا سهله التعامل، سهله التعامل والتنظيف معانا. فتحنا المسام، اتفتح المسام وكل حاجه بتطلع معانا بسهوله. ده احنا محتاجين بقى قطن وهقف جنبك كده احنا عاملين، احنا في عمليه جراحيه على فكره. لا احنا كده يا دوبك هننضف كده، يعني يعتبر التنظيف طبعا احنا علشان نقعد ساعتين ننضف احنا هناخد بس مجرد حاجات سريعه جدا. ايوه انا هجيب العده دلوقتي جنبك والمقص كل حاجه والقطن والنشف العرق. مريز انت مرتاحه كده؟ طيب اوكي. مريز على فكره مسترخيه جدا يا جماعه، انا نفسي اكون قاعده مكانها، يعني قمه الاسترخاء. انا حابه واقفه، انا واقفه اتعلم على فكره. انا عايزاك تشرح لي بقى نقول هنعمل احنا ايه. احنا دلوقتي كده احنا خلصنا بخار بحيث ان احنا بقى نبتدا هننضف البشره ونطلع الدهون اللي فيها. المفروض ان الاداه اللي مع حضرتك دي بنشيل بيها الدهون، بنشيل بيها الدهون، وفي نفس الوقت يعني لها طريقه معينه مش مجرد ان احنا بنفحر في الجلد. ففي هنا يعني البشره هنا معانا تعتبر دهنيه خفيفه. هو احنا النور ده يعني محتاجينه ضروري؟ عايزة بتقول نور، اوكي مفيش مشكلة، هو بس عشان يبين لنا الشكل. هيبان معانا في الكاميرا كويس، عشان انا كمان عايزة اشوف، انا مكنتش شايفة الاول كويس. انا طالعة عشان اتعلم النهاردة. انا لما رحت برا قبل كده، قبل ما اجيلك السنتر، كنت الاداة دي استعملوها لي هنا بس على مناخيري وبس. ما هي على مناخيري، هو الكل بيشتغل بيها كده. لا احنا لنا تقنيات تانية كتير، احنا بندي الحاجة اللي تعتبر سهلة للجميع. بندي الشغل حقه. بندي الشغل حقه. بندي الشغل حقه. لا مش بندي الشغل حقه، احنا بنعمل الحق يعني الشغل المظبوط اللي هو المفروض يتعمل، الحاجة العلمية. ما هو ده اللي احنا بنعمله، لأن احنا بنحتاج في تنظيف البشرة حاجات كتير جدا. دي اللي بتساعدنا ان العميلة اللي وثقت فينا ان هي بتاخد الشغل بتاعها، وفي نفس الوقت ضمن التعقيم والنظافه في كل حاجه. في حاجه كمان انا في نقطه عايزه اتكلم فيها، لاني حاجه مهمه قوي. انا لما كنت بعمل نتواياج بره كان بيقعد معايا بالكتير قوي اربع ايام اسبوع. انا لما جيت لك النتواياج التاثير اللي حصل معايا في بشرتي فضل مستمر معايا تقريبا شهر ونص شهرين. احنا الحمد لله لان الخامات كلها بتاعتنا واستيرادنا احنا اللي بنشتغل بيها. فعارفين احنا بنشتغل بايه بالظبط. يعني الماتيريال والحاجات اللي بتستخدمها انت اللي خاصه بينا احنا بس، ما بتتباعش في الاسواق العاديه، مش موجوده بره في السوق. لا لا لا. في اي مكان ده احنا اللي محتكرينها بصراحه. يعني انا ما ينفعش اروح اغش منك كده، انت جايب كام حاجه واروح اصورهم واجيبهم؟ لا 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 مش هتلاقيهم خالص، مش هينفع الموضوع ده. لا مش هينفع خالص. طيب قول لي بقى وانت شغال كده، عايزين نتكلم عن كلنا عارفين خلاص، الناس كلها بقت عارفه ان انواع البشره اربع انواع، اما جافه او عاديه او مختلطه او دهنيه. ايوه. بس هل في لكل بشره درجه؟ بمعنى يعني هل في بشره جافه قوي او جافه متوسطه؟ هل ده موجود ولا هي جافه وخلاص؟ لا في جافه وفي يعني وسط، وفي جافه جدا وفي البشره العاديه دي اللي بتبقى متوازنه، ميه وميه وزيت وسيراميد. سيراميد. الحاجات دي كلها بتاثر على البشره ونضارتها. يعني البشره مش بس ان هي انا هوزعها اقول جافه وخلاص، لا ده ممكن تكون جافه جدا فمحتاجه عنايه اكتر. طبعا ما هو ما احنا دلوقتي احنا لازم نحدد احنا بنشتغل ايه علشان النتيجه هتجيلنا ايه. لان انت لو حددتيها مثلا جاف واشتغلتي بحاجه شديده الجفاف هتاثر عليها العكس. دهنيه اشتغلتي بيها بحاجه مركبه او حاجه جافه هتاثر معاكي جامد. طيب هل بقى اختلاف البشره بيختلف مع النتواياج ولا كله بيبقى نتواياج واحد، تنظيف بشره واحد لكل؟ هو التنظيف يعتبر
اسلوب واحد، لكن طريقه العلاج والمعالجه هي دي اللي بتفرق معانا كتير. يعني ازاي بتعالجي؟ انا ده بيفرق معانا كتير قوي. اللي انا اقصده في الحاجات اللي بستخدمها في التنظيف، واحده للكل في لكل انواع البشره، مثلا ما بيجيش في الجفه بزود حاجه تانية زياده. لا، ما احنا دلوقتي يعني مثلا بنعمل حاله، الحاله دي جافه، بنشتغل بالخامات للبشره الجافه، ازاي نديلها نضاره، ازاي نديلها زيت، ازاي نديلها ميه. يعني تاني رجعنا للمين بوينت بتاعتنا. لازم اكون رحت لحد فاهم ودارس علشان ما يعمليش حاجات تضرني بدل ما تنفعني. وهو ده اكتر حاجه بنقابلها كتير. بالظبط. يعني في واحده تقول لك انا عملت تنظيف بشره وما جابش نتيجه. ما طبيعي مش هيجيب نتيجه طالما انت مش محدده بالظبط الدنيا فيها ايه. يعني لازم حضرتك لما بتجي لك الاول لازم تبقى عارف البشره عامل الاختبار. بتعمل لها اختبار بشره في الاول خالص؟ هو بالنسبه لي انا ما عادش بالنسبه لي ان انا بعمل اختبارات، لان دلوقتي خلاص انا ببص لها بعرف البشره فيها ايه، لو ضغطت على بشرتها ببقى عارف ان هي ضغطت على بشرتها. ما شاء الله، احنا تاتش وود بقى. حضرتك بقالك كام سنه شغال في المجال ده؟ انا 25 سنه. هو حضرتك عمرك 25 سنه بس شغال بقالك 25؟ لا اصل ما شاء الله في حاجه يا جماعه ده هنقول لكم عليها في اخر الحلقه مش دلوقتي. ده تشويق كده هنقولها لكم كمان شويه. احنا دلوقتي وصلنا لفين؟ احنا وصلنا كده نظفنا، طبعا تنظيف سريع علشان وقت البرنامج. بس على فكره انا حاسه، انا من هنا حاسه ان بشرتها بتتنفس. ما هي كده اللي احنا بنطلعه دوت كله، ده بيخلي البشره تتنفس كويس وفي يعني نفس الوقت بتحس يا ريت الكاميرا تقرب، يا ريت. يعني في فرق فظيع. هي اولا هي ما شاء الله زي القمر، يعني انت اموره يا مريز بعكسك على فكره. ثواني عشان نبخ يعني. بس لا، في بشرتها ارتاحت نورت. لا ولسه قبل ما نخلص كمان ده هيفرق معانا كتير. ده ايه بقى اللي بنرشه؟ مش عايزين اسمه، احنا عايزين بس نعرف ده بيعمل ايه. دي حاجات مرطبه علشان انا اهدي البشره. فاحنا بنشتغل بالسكرابر بحيث ان هو يدلنا نتيجه احلى. دي لما عملتلي بيها دي انا حسيت ان انا كنت مستمتعه جدا، بتدي ذبذبات كده حلوه قوي. دي بتعمل ايه بقى؟ دي انا دلوقتي انا بشرب الجلد كله. اللي انا عايزه. يعني ان انا برطب البشره بهديها. فده بيفرق معانا كتير قوي، لان طبعا المفروض ان العميله معانا لازم تخرج البشره معقوله. احنا ممكن تبقى ملتهبه لو في حاجات معالجات كتير شغالين بيها، بس في خلال اسبوع بالظبط بتبقى الدنيا كويسه جدا. احنا دلوقتي ممكن كده تمام زي الفل. اوكي كده اتشربت بقت حلوه. لا ده احنا شايفين الدنيا. طب احنا دلوقتي هنحط لها حاجه تاني؟ احنا هنحط ماسك دلوقتي بحيث ان الدنيا تهدى. نهديه، وده برضه الماسك ده بتاعنا. احنا اتفقنا ان كل الحاجات اللي بتستخدمها جايبها مخصوص على اسمك. ايوه. بتستوردها من برا مصر. ما هي دي اهم حاجة، ان انت بتبقي عارفة انت شغالة بايه. بالفعل. يعني بتطلب منهم انا عايز كذا، يعني حاجات بتطلبها مواصفات خاصة لرومانجي، لسنتر رومانجي للتجميل، صح؟ ما هو ده التميز. انا عايز اجي اخد الحاجات دي واقعد العب بيها انا. سهل. ده الماسك اللي احنا هنحطه بقى فايدته ايه؟ هيعمل لها ايه؟ ده هيعمل لها ترطيب وفي نفس الوقت تفتيح للبشره. ترطيب وتفتيح. التفتيح هتحسي بيه وقتي في لحظته ولا بعدها بقد ايه؟ لا هي احنا كده يعني مش بنعمل ماجيك، احنا بنعمل ماسك حلو يرطب البشره وفي نفس الوقت البشره تبقى كويسه وهاديه. وبعد كده هي بتحس بالتفتيح من بعد منها بساعتين ثلاثة بالظبط، بتحس بيه كويس جدا. هو من قبل الساعتين ثلاثة أنا هنا واقفة شايفة إن في فرق، حتى السبراي اللي هو رشيناه وعملناه ده هدى بشرتها بعد ما كانت ابتدت تحمر مكان التنظيف، الدنيا هديت. لا ولسه ما نشيل الماسك كمان هيهدى أكتر كمان. أنا عايزة ألعب، ممكن أجي أحط شوية. نكمل بنفرده على البشره كلها. على البشره كلها بعيده عن المناطق، منطقه العين.
بعيد عن منطقة العين. لو في احنا هنشتغل منطقة العين بيبقى لها برضو خامات تانية معينة بتهدي معانا كتير. منطقة العين بقى بتحط لها ماسكات في حالة ايه؟ اجهاد مثلا او هالات سوداء. احنا بنحط في مستحضر تبعنا برضو مستحضر نضارة وكولاجين بتفرق معانا كتير. انا بسألك السؤال ده لان في حالة صاحبتي عندك اتعالجت من الهالات السوداء، فدي كانت انا عايزه اقول لك احنا تقريبا من سنين بتلف وبتدوخ على الموضوع ده وكله قال لها لا مفيش ما خلاص هتفضلي كده. تقريبا بعد 3 جلسات كانت رايحه طبيعي خالص. هي بالظبط بتاخد معانا 15 يوم بتبقى الهالات انتهت، او ممكن لو الحاله صعبه قوي بنقول وصلنا ل 75%. طب الماسك ده بقى هيقعد قد ايه على بشرتها؟ احنا هنقعده بالكتير 5 دقايق. وهنشيله. ما ينفعش اقل من كده شويه؟ ممكن اقل. وبتشيله بايه بقى؟ بميه عادي. بميه عادي يعني مش بشيله بحاجه. لا لا لا. احنا قلنا ده بيهدي البشره. ده بيهدي البشره وفي نفس الوقت هتحس برطوبه وتفتيح مجرد ما هنغسل على طول. ده اللي بيقفل المسام بقى اللي احنا فتحناه. ما ده تقفيل مسام. وما هو انت اهم حاجه اللي انت بتحطيه هو دوت اللي ايه اللي يتعامل معاكي. احنا ممكن نحط ماسك واثنين وثلاثه لكن ما فيش منهم فايده. احنا بنجيب من الاخر، بنجيب الحاجات اللي هي تدي الفايده المطلوبه. تدي الفايده المطلوبه. يعني مثلا في عامله تيجي تقول لي ما فيش الا ماسك واحد، اقول لها كفايه انت خدت فيه كل حاجه. صح. ما هو مش بالكتره، ما مش كتر ان انا قاعد اغسل واحط ماسك واشيل ماسك. هو احنا ده اللي احنا عايزين الناس تفهمه بقى يا جماعه، مش بكتر الماسكات ومش بكتر ان انا لا ده حاطين لي حاجات كتيره قوي، ده عمل لي سكراب، ده شال مش عارفه ايه، كل ده ملوش علاقه. القصه كلها ان انا اروح لحد فاهم هو انا بشرتي ايه محتاجاه عشان يعملهولي. احنا دلوقتي حطينا الماسك. احنا كده حطينا الماسك دقيقة بس وهنشيله على طول. انا حاسه ان انت مرتاحه ومبسوطه جدا يا ماريز. انا كنت عايزاكي انت تيجي تقفي مكاني وانا اللي اقعد هنا. هنشيله بقى دلوقتي. هنشيل الماسك. طبعا البشره كانت حمراء جدا، كانت حمراء من الشغل اللي عملناه في البدايه خالص. لا انا حتى سكت مش عارفه اتكلم لان انا اللي شايفه الشكل هنا من قريب. يا جماعه قربوا لنا على وش مريز لو سمحتوا. يعني بجد تسلم ايدك. الله يخليك. انا عايزه اقول لكم ان استاذ روماني ملقب بالساحر. اظن انتوا عرفتوا دلوقتي هو ليه اسمه الساحر او ليه طلع عليه اللقب الساحر، علشان اللي بيعمله بجد شغل فاهم هو بيعمل ايه. في نقطه تانية بقى عايزه اقول لكم عليها بس دي للحلقه الجايه، استنونا. استاذ روماني هيكون معانا الحلقه الجايه، هنعرف منه ايه اللايف ستايل اللي اتبعه بقاله سنتين، خلاه صغر في السن 20 سنه كده. ماشي على ايه؟ ايه اللي بيستخدمه؟ ايه الحاجات اللي بياخدها؟ بيجيبها منين؟ هنعرف منه كل الاسرار دي الحلقه الجايه. استاذ روماني طلعت خبير التجميل وصاحب سنتر رومانجي للتجميل وعنايه بالبشره، شكرا ليك، نورتني وشرفتني الحلقه دي، مستنيك المره الجايه. عينيا الاثنين. هعرف منك كل الاسرار. يعني هديلك شويه. شويه؟ شويه كفايه. شكرا ليك استاذ روماني. ميرسي يا مريز. وبجد انت اولا انت زي القمر بس وشك نور قوي. شكرا ليكم مشاهدينا. فاصل صغير وراجعين لكم تاني لفتره المطبخ او فقره المطبخ، استنونا ما تروحوش في حته.